أحسن الله إليكم. وهذا سؤال متعلق به سؤال التأمين الطبي، يقول ماذا يفعل الشخص إذا كان التأمين الطبي إلزاميا وهو يعلم حكمه؟ يدفعه ولكن لا يستفيد منه، يدفعه كالضريبة ولكن لا يستفيد منه، يعالج على حسابه إذا أصابه شيء أو أصاب أهله يعالج على حسابه ومن ماله هو لا من أموال الناس. نعم.